في آفات القلوب دي لا تهون ولا تهون. وأنا دايما أقول الكلمة دي، لا تهون المشكلة والموضوع. كل الناس يعني يا عم الشيخ كلهم بيبصوا وكل الناس بتعمل المعاصي دي، فأدونا كلام واقعي، ما تقولولناش كلام مش هيحصل. ما تقوليش وأنا شاب وأنا عندي دلوقتي كام وعشرين سنة وفرصي في الزواج أصلا بتتأخر، وبعد كده تقولي ما تبصش، ما تعملش عادة سيئة، ما تسويش كده، ده كلام مش واقعي. ففي ناس تبتدي تقولك يعني ما تحبكهاش قوي في موضوع الشهوة ده لأن كل الناس بتعمله، فبيهون المشكلة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وفي ناس بتهول الموضوع وبيجي لي يعني مئات الرسائل، بل أغلب مشاكل الناس كلها بتبقى حوالين الموضوع ده، فيهول المشكلة ويبتدي يقولك خلاص أنا الذنب ده أنا مش قادر أتخلص منه وما عنديش حل إن أنا أعمل فيه إيه، أنا يظهر هقابل ربنا بالذنب ده مفيش حلول. يهول المشكلة لغاية ما يوصل إلى اليأس وإلى القنوط من حل لهذه المشكلة.